خليني أخدك ونروح على جلسات البرلمان المصري خلال هذا الأسبوع. عارفين الجلسات بتاعت امبارح ثم وطبعا اتكلمنا عنها واتكلمنا على كلمة معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري. أما النهاردة فكان أيضا هناك جلسة شديدة الأهمية متعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، واللي أعلن فيها المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية موافقة الحكومة على بدء سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستئناف الأحكام في الجنايات من اليوم التالي للعمل بهذا القانون، بدلا من إرجاءه للأول من شهر أكتوبر 2024. للمزيد من الإيضاح معايا على التليفون سيادة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. أهلا بك سيادة النائب، وكل سنة وانت طيب على العيد اللي أنا متأخر عليك فيه، وعلى السنة الجديدة وربنا يعيدها علينا جميعا بالخير. كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير. سيادة النائب حبيبي يا هبي عايزين نفهم منك أكتر، وهنا بقى كوكيل للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مش بس كنائب يعني ذائع الصيت مبهر الأداء في البرلمان، ولكن القانون اللي تم مناقشته النهاردة والعمل به فور صدوره ومش إرجاؤه للأول من أكتوبر. خلينا كده بالراحة نوضح للناس أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وصف قانون الإجراءات الجنائية في أول اجتماع للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بأنه دستور مصر الثاني، لأنه بينظم كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وبالتالي من هنا كان في أهمية خاصة جداً لوجود مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بعد 74 سنة القانون القائم من سنة 1950. إنما ليه إحنا النهاردة بنناقش استئناف الجنايات؟ يعني أولى ثمار عمل اللجنة الفرعية الحكومة تقدمت بمشروع قانون لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، لأن في التزام دستوري طبقا المادة 96 والمادة 240 من الدستور خلال 10 سنوات يجب على الدولة أو تكفل الدولة وجود قانون ومحاكم تتلقى طعون في الأحكام اللي بتطلع من محاكم الجنايات، ودي ضمانة جديدة بتضاف للضمانات اللي بتوفرها الدولة للمواطن واللي أقرها السيد الرئيس عندما أصدر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021. الثمرة دي اللي اطرحت على البرلمان النهاردة كانت جاية وفيها نص بيقول ان يطبق القانون ده من 1/10/2024. سادة النواب واعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اثناء المناقشة يوم السبت والنهاردة في الجلسة العامة كان في مطالبات تصل لحد الاجماع، يعني ان القانون يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الحكومة استجابت لمطلب السادة النواب وتم تعديل المادة الخاصة بسريان القانون، وفعلا هيبدأ العمل به من تاريخ نشره ان شاء الله في الجريدة الرسمية. ده مكتسب دستوري والتزام دستوري تعاونت فيه كافة مؤسسات الدولة حتى يكون المنتج مطروح على أرض الواقع وقابل للنفاذ، ده من ناحية. إنما أنا بحب أمتاز الفرصة وأطمن السادة المشاهدين إلى أن لجنة الإجراءات الجنائية الفرعية اللي بيشارك فيها مجلس الوزراء ومجلس القضاء ووزارة العدل ووزارة المجالس النيابية ومجلس الدولة ومجلس قوم حقوق الإنسان ونقابة محامين مصر لأول مرة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الدفاع والأمن القومي ومجلس الشيوخ كمان قامات قانونية كبيرة جدا انتهينا لتنظيم عدة أمور هامة جدا يمكن فيها أمور لأول مرة يتم تنظيمها زي وإحنا أنجزنا حوالي 90% من مشروع القانون المتكامل. يبقى مواد قليلة ننتهي من مناقشتها حتى يطرح القانون للمناقشة إن شاء الله داخل الجلسات العامة. يعني من الامور اللي يعني استاذن سيادتك ان اشير ليها أرجوك. في مجال الحقوق والحريات العامه تم تنظيم مساله ان لا يجوز تفتيش المساكن او المواطنين
أو القبض إلا بأمر قضائي مسبق. تم معالجة مشكلة الأحكام الغيابية باستحداث طرق جديدة للإعلان تواكب العصر عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك من الأمور. تم تنظيم مسألة الوضع على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر. لأول مرة يتم تنظيم مسألة حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، أيضا تنظيم ما يتعلق بالحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الاحتياطي والتعويض عن فترات الحبس في حال الحصول على حكم براءة. تم إعادة تنظيم دور النيابة العامة وفقا لدستور 2014 بأن هي الأمينة على الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق وتحريك الدعوة الجنائية ومباشرتها أثناء سرها. وبالتالي يعني كل ما يطمح إليه المصريين في قانون الإجراءات الجنائية إن شاء الله هيكون موجود على طاولة البرلمان خلال الفترة القليلة القادمة. أما عرض ما يتعلق باستئناف الجنايات اليوم وغدا إن شاء الله يتم الانتهاء منه تماما بموافقة نهائية بإذن الله، ده نتيجة الاستحقاق الدستوري كان مرتبط بعشر سنوات من تاريخ إقرار دستور 2014. العشر سنوات دول ينتهوا إن شاء الله يوم 17 يناير 2024 وبالتالي كافة مؤسسات الدولة تعاونت معا حتى يخرج هذا القانون إلى النور. وعشان كده المستشار الدكتور حنفي جبالي اللي بوجه له الشكر على دعمه ومتابعته وإزالته كافة المعوقات التي واجهت اللجنة الفرعية وصف اليوم بأنه يوم تاريخي ونقلة نوعية إن شاء الله في مجال حقوق الإنسان في مصر. طيب هنا أنا سيادة النائب هسأل شوية أسئلة، معلش هطول عليك أنا حبة. أول حاجة بسألة ده معناه أن أنا هيبقى في عندي برنامج واضح لحماية الشهود في مصر؟ قانون الإجراءات الجنائية المتكامل اللي احنا يعني مزمع الانتهاء منه خلال فترة قليلة جدا بينظم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين كمان. كويس جدا. طيب الحاجة الثانية بينظم التعويض في مسائل الحبس الاحتياطي. ايوه ده مهم جدا للكثير من المنظمات العاملة في مجال حول طبعا ده مهم جدا. لكن اخيرا بشأن العمل بالقانون بدلا من الاول من شهر اكتوبر 2024 وانما فور نشره بالجريدة الرسمية، نتوقع نشره في الجريدة الرسمية تقريبا بعد قد ايه؟ يعني اعتقد ان مجرد انتهاء مجلس النواب غدا من الموافقة النهائية على مشروع القانون سيتم إرساله لرئاسة الجمهورية للمصادقة. في اعتقادي الشخصي أن السيد الرئيس سيصدق عليه وينشر في الجريدة الرسمية فوراً بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.